سائل من خارج المملكة يقول في بلدنا إمام خطيب للجمعة يقول طلع على المنبر وشتم على العنن بعض ولاة أمور المسلمين. ها؟ يقول سؤال من خارج المملكة يقول في بلدنا خطيب جمعة يقول طلع على المنبر وشتم على العلن بعض ولاة أمور المسلمين يقول ويكرر ذلك، يقول ما الواجب علينا تجاهه؟ الواجب عليكم مناصحته بالامتناع عن هذا الأمر، وإذا كان يلاحظ على أحد شيئا من أمور دينه يناصحه بالمراسلة بالمهاتفة به. أما الكلام عليه على المنابر هذا لا يجوز. نعم.